بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله. سيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محدثتكم سلوى عبد الله، مدير إدارة المشروعات والبرامج الحكومية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. اسمحوا لي بداية أن أشكركم باسم الهيئة على اهتمامكم ومشاركتكم في الجلسة الافتراضية الثانية لنادي الموارد البشرية خلال العام 2023، وهاي الجلسة تحمل عنوان فرانشايز مزاياه وكيفية الحصول عليه. في الجلسة إن شاء الله سنسلط من خلالها الضوء على أنظمة الفرانشايز المطبقة عالميا، وأهمية الفرانشايز ومميزاته وسبل الحصول عليه. السيدات والسادة، لقد ارتأينا أن نتناول في جلسة اليوم موضوع الفرانشايز، نظرا لأهمية الفرانشايز في تعزيز دورة الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري للدولة وخلق فرص العمل لكافة أفراد المجتمع. وعند الحديث عن هذا الموضوع يتبادر إلى أذهاننا الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لجهة تمكين كافة أفراد وفئات المجتمع من دخول عالم ريادة الأعمال وخوض غمار تجربة العمل الحر، بما لهذا الأمر من الانعكاسات الإيجابية مباشرة على اقتصاد الدولة. وقد توجت حكومة الإمارات جهودها في هذا الجانب طبعاً بإطلاق مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أعلن عنها مؤخراً وبدأ تطبيقها يوم 2 يناير 2023، حيث اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله العام الماضي ضمن مشاريع الـ50 في مبادرة تعد هي الأولى من نوعها عالمياً، وتستهدف إجازة التفرغ للعمل الحر الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح الموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر. الحضور الكريم، وتشكل الإجازة إضافة نوعية محفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية تسهم في تعزيز الاقتصاد وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات، وتعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال. نعود الآن للحديث عن جلسة نادي الموارد البشرية لهذا اليوم، وطبعاً بالتزامن مع إطلاق إجازة التفرغ العمل الحر، يسرنا أن نستضيف كل من المهندس عصام لوتار مؤسس والمدير التنفيذي لشركة امتياز المتخصصة في نظم الامتياز التجاري العالمي، وأيضاً نستضيف اليوم رائد الأعمال الإماراتي السيد سعيد النقبي مؤسس شركة سويترول. اسمحوا لي أولاً أن أرحب بالمهندس عصام لوتار للحديث عن أبرز أنظمة الفرنشايز المطبقة على مستوى العالم وأهمية الفرنشايز وآلية الحصول عليه. تفضل أخوي عصام. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نحن اليوم نتقدم بالشكر الجزيل للهيئة الاتحادية للموارد البشرية ولجميع موظفيها على إتاحة لنا الفرصة في العرض المميز لبرنامج إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، ولكن عرضنا يحتاج إلى فهم فكرة نظم الفرانشايز أولاً، وبعدها سنقوم بشرح العرض بطريقة سلسة. ورشتنا اليوم فرانشايز ومزاياها وكيفية الحصول عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نظام الفرنشايز نظام وي عصام، بس انت سويت شيرين الكونتنت؟ ايه سويت شيرين، بس اظني مش طالع عند الحضور. اخواني تشوفون الكونتنت ولا في مشكلة؟ ايه لحظة شوية ان شاء الله خير. نشوف ان شاء الله. بسم الله أخواني، خلال ما أخوي عصام بس يجهز العرض، إذا عندكم أي أسئلة بخصوص الموضوع اليوم ما عليكم أمر، بس حطوه في خانة الأسئلة وإن شاء الله راح نرد على كل أسئلتكم مع نهاية الجلسة اليوم بإذن الله.
واضح الحين؟ ايه واضح الان، تمام ممتاز، تفضل. اسمع. اليوم قبل ما نبدأ نعرض أو نطرح العرض المقترح من امتياز، لابد أن أخذ خلفية عن موضوع الفرنشايز ونظم الفرنشايز، لأن أغلب عدل من الشيطان أصحاب يعني أصحاب الأعمال التجارية يجهلون بعض الخفايا في نظم الفرنشايز. نظم الفرنشايز ممكن نظم جديدة علينا إحنا، هو يعتبر نظام تجاري. الفرنشايز عموما نظام له حقوق فكرية ولازم تكون تحت علامة تجارية. نظام الفرنشايز هو عبارة عن مشروع ناجح له أفرع ويبغي استثمار خارجي على أساس ينقل المعلومة وينقل النظام الموجود عنده الناجح إلى منطقة أخرى بمشاركة مستثمر آخر. فدائما إحنا يوم نعرفه أنه عبارة عن عقد بين طرفين على استخدام حقوق الملكية الفكرية تحت العلامة التجارية. الحقوق الملكية الفكرية هي الأسرار الموجودة في العمل، سواء كان مطعم، سواء كانت عيادة، سواء كان كلية، جامعة، صالون، فهي متعددة الأطباء. فنحن نتكلم عن الحقوق الفكرية الموجودة في هذا المشروع اللي يشارك فيها للمستثمر الآخر اللي حدد له الموقع، فيكون عبارة عن عقد بين طرفين، المستثمر وصاحب العلامة. عقد المستثمر يعطي حقوق للمستثمر في استخدام حقوق الملكية الفكرية وتحت علامته، وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، لأنه هي عبارة عن مشروع ناجح فيطبق في منطقة ثانية التي ينتجها مانح الامتياز. نحن نقول مانح الامتياز يعني مانح الفرنشايز، لأن بالعربي الفرنشايز هو الامتياز التجاري وفقا لتعليماته، تحت التعليمات اللي يعطيها بالضبط، لأن هذا سر النجاح، وتحت إشرافه حصريا. تحت إشرافه معناته أنه لازم يتابع نعم هذاك المشروع، المستثمر هو اللي كلفه تكلفة كاملة، لكن هذا صاحب العلامة لازم يطبقها بطريقة صحيحة وبنظام علم الشيطان مطبق في الشركة الأم تحت إشرافه حصريا وفي منطقة جغرافية ولفترة زمنية. طبعا هو العقد لازم يكون لفترة زمنية مع التزام بتقديم المساعدة الفنية وذلك بمقابل مادي. طبعا هو لازم يستفيد، المقابل المادي نحب نشرح ان شاء الله لاحقا. بس الفكرة الفرنشايز، نظام الفرنشايز، نظام صاحب الفرنشايز هو صاحب فكرة مشروع ناجح، وهذا المشروع خذ مدة اكثر عن 4 5 6 سنوات بنجاح وبازدياد في الارباح، بدأ يفتح فرع ثاني تحت ادارته إلين ما وصل إلى أن يطبق نظام الفرنشايز. فتطبيق نظام الفرنشايز ويلجأ إلى أحد الاستشاريين على أساس أن يطور النظام إلى نظام فرنشايز، على أساس يأخذ جميع المعلومات وجميع عند الشيطان الأوبريشن، الطرق عند الشيطان العمل الداخلي تكون مسجلة تسجيل مدونة في أدلة تشغيلية. إضافة إلى الناحية الثانية اللي هي تكون عبارة عن علم الشيطان أمور قانونية اللي هي تحفظ حقوقه للطرف الآخر. طبعا الفرنشايز عبارة عن أسرار، وإذا صاحب إذا ما نحل يعني الفرنشايز أعطى للممنوح، هذا لازم يثبت ان هذا الاشياء القانونيه مثبته وفيها عقود
وبطريقة صحيحة، بحيث أن الأسرار ما تطلع برا وتكون محيطة في الفرع اللي أعطاه. فنتفق وياكم أن الامتياز التجاري واحد من أنواع التجارة، لكن بطريقة ذكية. طبعا هاي بدأت هي من بعد الحرب العالمية الثانية، على أساس يعني، وبدأت من الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس أن يطلبون أسواق أخرى ويحاولون يشاركون ناس ثانيين في بعض يعني في بعض الأمور، المشاريع الناجحة أن تطلع برا ويستفيدون منها، ويستفيدون بطريقة شطان النجاح بس في مناطق ثانية. فبدأت هي تنتشر داخل أمريكا، وبعدها في الستينيات والسبعينيات بدأت تنتشر برا البلد. في الإمارات عندنا احنا يمكن بدأت الفرنشايز من بداية السبعينيات، في عندنا الشطان في مطاعم، وبدأت ناخذ النظام، بس الطريقة كانت جدا بسيطة، لكن نظام الفرنشايز بدأت تتطور، ونظم أصبحت تقريبا معقدة في العقود، لأن العقود لازم يحمي يعني اللي هو مانح الامتياز التجاري. فنحن اليوم نحن نبغي نتكلم شو نظام الامتياز التجاري، كيف الامتياز التجاري يعمل. فله نحن نقول انه هو له اركان، لازم يكون في مانح للفرنشايز، مانح الامتياز التجاري، وفي ممنوح الامتياز التجاري. يعني لازم يكون واحد صاحب مشروع ناجح واصبح صاحب مشروع امتياز، وفي واحد مستثمر يبغى ياخذ الامتياز التجاري. لازم تكون علامة. ليش نحن نقول علامة؟ لان دائما الفرنشايز يعتمد على العلامه، يعتمد على، مو لازم يكون عنده حتى بعد فتره، مو لازم يكون حتى محل. اليوم نحن لو نعطي مثال لمكدونالد، 2015 كان اخر محل لهم انباع، بس اليوم يملكون النو هاو، يملكون العلامه، يملكون الطريقه، وهم اللي يعطون الفرنشايز ويستفيدون من ممنوح الامتياز. وبعدين في الرسوم، الرسوم حابة نتكلم عنها بشكل تفصيلي أكثر، ولازم تكون في من ركن من أركان الامتياز التجاري، لازم يكون منطقة الامتياز. منطقة الامتياز لازم تكون يعني محددة، لأن اليوم إذا أنا بعطي واحد داخل مول معين، خلاص إن هذا المول أنا ما أعطي واحد ثاني نفس المول، مو بس ممكن أعطيه واحد ثاني برا المول، أو أعطيه في نفس المنطقة، وهو كله يعتمد على نوع الفرنشايز. ممكن يكون يعني يكون مثلا مطعم، وممكن يكون كافيتيريا، وممكن يكون كوفي شوب، وكل واحد على حسب الزون ماله بالضبط، يعني على حسب المساحة اللي ياخذها. فمثلا إذا قلنا مستشفى، ممكن ياخذ مدينة كاملة، يقول مثلا مستشفى يكون مثلا في مدينة العين أو مدينة دبي، فيكون مستشفى عام وقادر ان يعطي خدماته. لكن اذا قلنا مطعم، نحن عاده المطاعم نعطيها لدبي، ممكن تكون 4 مطاعم من نفس البراند او اكثر، لان في منهم اللي يكون داخل المولات، فممكن نحن اول المولات ما شاء الله في دبي كثيره، فنحن ممكن اذا اعطيناها في كل مول، نتكلم عن اكثر عن 20 مول اللي هو المين الكبار هيل. ف يعني شوف الافرع اللي ممكن تعطيها اياها في نظام الفرنشايز. فالمنطقه لازم تحدد وين بالضبط وكيفيه ومكانها، وبنتكلم عنها ان شاء الله. وبعدين بنرجع لحزمه الامتياز. حزمه الامتياز لازم صاحب الامتياز اللي هو عفوا مانح الامتياز، هو لازم يكون عند الحزمه كامله هاي، لازم يكون هو جاهز، لازم تكون شركه استشاريه هي اللي طبقت له النظام بصوره صحيحه وعطته، على اساس نقدر ننقل المعرفه من مانح الامتياز الى ممنوح الامتياز. حزمه الامتياز
فيها أشياء كثيرة. نحن حطيت بعض النقاط اللي هي حوالي 8 نقاط، بس هي فيها أكثر عن كذي، وفي وقت العمل أكثر فيها، بس حطيت الأشياء الأساسية على أساس نحن نقدر. طبعا فيها عقود الامتياز، مو بعقد واحد، فيها عقود، لأنه يعتمد على نوع الامتياز اللي بتعطيه للممنوح الامتياز. أنا اليوم ممكن أعطي واحد، أعطي منطقة واحدة، أعطي دولة، أعطي فرع واحد، فكل الـ الامتياز له عقد. فهذه عبارة عن عقود امتياز يكون جاهز فيها إذا واحد يبغي منطقة، يبغي وحدة، يبغي مدينة، تكون العقود موجودة عنده. وبنتكلم في العقود إن شاء الله. في الحزمة الثاني اللي هو لازم يكون عنده أدلة. طبعا أنا ذكرت تقريبا كم دليل، يعني مثل دليل الافتتاح لازم يكون عنده قبل الافتتاح، لازم يكون عنده دليل العمليات كلها، كيف العمليات، كيف الشغل، شو يصير، وعنده دليل تدريب، كيف يدرب الموظفين الجدد، كيف يدرب طبعا حتى اللي بياخذ عنك الفرانشايز. لازم بعد عندك انت طرق للتدريب، عندك مدرب يقدر يدرب، او تستعين بشركات استشارية هي اللي تقوم بهالمهمة. وبعدين عند قبل الافتتاح دليل، وعند الافتتاح دليل، وللمدير نفسه دليل خاص. هذا الدليل هو اللي يعطيه تعليمات كاملة كيف يتعامل مع هذه الوحدة، وكيف علم الشيطان يفتحها الصبح، وكيف يسكرها المساء بطريقة تقنية موجهة من مانح الامتياز. وطبعا بيكون له خطة تسويق موجودة في الحزمة، والهوية المؤسسية اللي هي كيف البراندنج، كيف الشكل، كيف الانتيريال ديزاين من داخل، التصاميم الداخلية، كيف النظم، كيف الباكينج، كل طرقها يعني. فهذا الحزمة لازم تكون متوفرة عند اللي بيعطي الامتياز، عشان ما ممنوح الامتياز اللي بياخذ الامتياز التجاري او بياخذ الفرنشايز هذا يكون عنده موفر كل شيء، عشان نحن نسهل له كيفية العمل. لأن أنت اليوم بتعطيه كل المعلومات وكيف يشتغل، عشان يشتغل بالطريقة الصحيحة اللي أنت يا صاحب الامتياز يا مانح الامتياز كيف أنت تقدمها له، طريقة حزمة تعطيها إياه عشان يقدر يشتغل بنفس الطريقة اللي هو يشتغل فيها. طبعا العقود أنواع، اللي عنده سؤال يسجله على اساس نحن بنرد نجاوب عليه، لان انا اتوقع في اسئله كثيره، لان انا اخذها يعني بمختصر شديد، لان نظام الفرنشايز ما ينخر في نص ساعه ولا ساعه، يحتاج وقت فعلا، وقت طويل، وفيها معلومات كثيره. بس انا اعطيكم نبذه عامه عن نظام الفرنشايز وكيف يعمل نظام الفرنشايز. تقسيم العقود الى انواع العقود، العقود الفرنشايز عندنا نذكر نحن 4 عقود، هي فيها عقود إضافية معقدة، لكن هذه الأساسية اللي هي الامتياز علم الشيطان لتنمية، ليه مسميها نحن area developer، إن واحد يبغي ياخذ عنك الفرنشايز، ما يبغي ياخذ عنك مثلا ياخذ عنك فرع واحد، لا، إذا فرع واحد نحب نتكلم عن يونت فرانشايز اللي هو الامتياز الفردي، خلاص خذ وعد نستخدم هذا العقد. أما إذا قال أنا لا، أنا أبغى مثلا مدينة أبوظبي أو إمارة أبوظبي، فإمارة أبوظبي أنا صاحب الفرانشايز أو الاستشاري يساعد يحدد له كم يحتاج من هذا الفرانشايز في هذه المنطقة. يقول له والله أنا أحدد لك مثلا أني أنا لازم تفتح مثلا في إمارة أبوظبي عبارة عن مثلا 6 أفرع، مثلا 6 مقاهي تكون في موزعة في إمارة أبوظبي، لكن هذه لازم تعطيه مدة، ما تقول له افتحهم كله مرة واحدة. يقول لك لا، هذا الافتتاح لازم يكون مثلا خلال 5 سنوات، انك انت تفتتح 6 أفرع او 8 أفرع خلال مدة معينة. بس هذه المدة انا ما اعطي واحد يعني صاحب الامتياز يعني عفوا مانح الامتياز دائما علم الشيطان يعني يكون محدد في العقد بينه وبين اللي هو الممنوح، يعطيه
ان انا بعطي انا تاخذ من عندي 6 افرع خلال 5 سنوات، انا خلال 5 سنوات انا ما اعطي حد، او خلال 10 سنوات انا ما اعطي حد في هذه المنطقه. خلاص بس انت ملزوم مثل ما انا ملزوم اني ما اعطي حد، انت ملزوم انك تفتح ال6 افرع خلال مثلا 10 سنوات. فهذه تكون بين 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 الاثنين، وهي تكون دائما موزونه، النظام الفرنشايز دائما يكون موزونه للطرفين. فاحيانا يطلب علم الشيطان احنا ان يطلب وحده اللي هو يونت فرانشايز، واحيانا يطلب منطقه. اذا طلب منطقه على حسب المنطقه نحدد عدد الوحدات. هو يعدد، هو اللي يطلب العدد الوحدات، وهذا يعطيه مثلا قال انا ما ابغي 6، انا ابغي مثلا 10، فهو ممكن يقول لي انت مو ب10 سنوات، انا بعطيك اياها 12 سنه بحيث انك انت تفتح ال10 هاي، فيعطيه مده اطول. كل ما هو ياخذ عدد اكثر كل ما يعطيه مده اطول، وهو عارف، هو الشخص المستثمر عارف منطقته وعارف كم احتياجه للفرنشايز. طبعا حتى اختيار المحل، حتى اختيار المحل لازم يرجع لصاحب يعني اللي مانح الامتياز ويقدم له فورمات وهذاك يقبل او لا، لانه هو يعني هذاك بخبرته بيعرف ان عندما الشيطان هذا الفرع او هذا الامتياز بينجح في هالمكان ولا لا. فهي عمليه دائما تكون بين شخصين، لكن هذه دائما تكون مرتبطه مع بعض بين الطرفين، لان هذيلا مستفيدين في النهايه. هذا خايف على علامته ويبغي يستفيد، ويبغي الممنوح يبيع اكثر على اساس يستفيد منه اكثر. بعدين اذا دخلنا للامتياز الرئيسي، الامتياز الرئيسي نظامه جد يعني مختلف عن اللي قبله. هذا دائما ما ينعطى للشخص الا بعد ممارسه وياه 5 سنوات، او فتح خمس، في بعض الشركات تقول لك بعد 5 سنوات انا بعطيك، وفي بعض الشركات تقول لك لا بعد ما تفتح 3 افرع وتكون انت اخر فرع فتحته مارست العمل فيه 2 3 سنوات بعطيك الامتياز الرئيسي اللي هو ماستر فرانشايز. متى يصير ماستر فرانشايز؟ ما تقدر تعطي شخص من اول مره ماستر فرانشايز الا اذا هي شركه ضخمه وهي عندها يعني مثلا تدير مطاعم وانت بتعطيها مطعم، فهي بتكون عندها خبره. لكن اذا مستثمر جديد هذا يعني انا دائما ما انصح بذلك. الامتياز الرئيسي اللي هو ماستر فرانشايز، هي فيها شغله انك انت تعطي لممنوح الامتياز السلطه على انه هو يبيع امتياز. يعني كانك انت حطيت لك شخص ينتدب عنك، هو اللي يدربهم، هو اللي يعطي الفرانشايز، لكن هو في نفس الوقت بعد يستفيد. يعني واحد يا وخذ فرانشايز مثلا مال علامه معينه في الامارات، في الامارات يكون هو مسؤول عنها، وهو اللي يدور مستثمرين، وهو اللي يقوم في مقام اللي هو منح الامتياز التجاري. فاذا قام بهالمقام طبعا هو يصير في شير في عدم الشيطان، يصير في يعني شير في الربح بينهم بين بعض. عاد هذا يعتمد احيانا 30 70%، احيانا 40 60، احيانا 50 50، على حسب الخدمات اللي بيقدمها الماستر فرانشايز اللي هو ما يحتاج. فالشغلات موجوده عندنا احنا كماستر، فيها امور كثيره. احنا مثل مكدونالد اليوم مكدونالد ماستر يقدر يعطي ويقدر ياخذ بروحه، يخليه بروحه، بس ما حد يدخل مكدونالد، ما يدخل داخل مثلا دولة الإمارات، ما يقدر يدخل داخل دولة الإمارات إلا بعلم الشيطان، إلا إذا عنده يعني كتفتيش أو علم الشيطان، أو إنه يراقب طبعا السجلات ويراقب الأرباح. ولا الامتياز الفرعي هو يكون تحت الامتياز اللي هو ماستر فرانشايز، اللي هو تحت الامتياز الرئيسي. لان الامتياز الفرعي يعني عقده غير عن الامتياز الوحده،
لان هذا يكون تحت الماستر، والماستر يكون تحت عبد الله الشيطان اللي هو صاحب الامتياز نفسه او مانح الامتياز. طبعا في نظام الفرنشايز دائما صاحب الفرنشايز يحرص حرص كامل ان هذا الامتياز اللي اخذ الممنوح ما يخسر، ويضغط عليه بكل انواع، يدرب تدريب كامل يعلمه، لان اذا خسر معناته خسر اسمه في المنطقه، معناته ما بيقدر يبيع، واذا ربح معناته هذا بيكون بيتوسع، فالاختيار يكون شويه صعب. بنتكلم عنها احنا المنطقه الجغرافيه، احنا حددنا يعني في عقد الفرنشايز نتكلم عن المنطقه الجغرافيه للعلم الشيطان للوحده، لازم تحدد في كل عقد. يعني معناته لو واحد ماخذ ماستر فرانشايز او ماخذ مثلا الاريا ديفلوبر اللي هي تطوير المنطقه، بس لكل فرع له عقد مستقل متى يبدي ومتى ينتهي. طبعا عقود الفرانشايز تكون عقود طويله، تكون تصل الى 25 سنه، بس لازم يكون فيها تحديد، لازم يحدد له على اساس انه يضمن ان صاحب او مانح الفرنشايز ما يعطي حد في المنطقه ماله. يعني مثلا نحن ناخذ مثلا منطقه مثلا في يا النمول، اذا قلنا اعطاه مثلا في دبي مول معناته ما بيعطي حد في دبي مول، لكن اذا اعطاه مثلا في سوق مفتوح، مثلا اعطاه على مثلا شارع الشيخ زايد، منطقه شارع الشيخ زايد منطقه طويله، شارع طويل، ممكن يعطيه في منطقه معينه ويعطيه مثلا يقول له 5 كيلو هذه منطقتك انت، هذه استقلاليتك انت، وما بتدخل حد عندك خلال يعني مثلا نقول له 5 كيلو يعني دايمتر. فلازم نحدد منطقه الامتياز التجاري، لازم تتحدد في عقد الفرنشايز. رسوم الامتياز، الممنوح يعني ممنوح لازم يلتزم في دفعاته مع صاحب الفرنشايز. طبعا اول ما يبدا يوقع العقد بعد ما يوافق عليه وياخذ معلوماته ويشوف قوته في عبد الله الشيطان، ويشوف قوه المستثمر، هل المستثمر عنده قادر انه يستثمر، عنده دعم، يقدر يمشي، يقدر عبد الله الشيطان يعني يصابر على الشغل، لان نظام الفرنشايز نظام فيها قوانين وفيها اشياء يعني لازم تطبق بالطريقه الصحيحه على اساس النجاح يكون من هذا التطبيق. طبعا الرسوم عاده تكون بهذه الطريقه، اول ما يبدي يوقع العقد لازم يدفع له مبلغ، مثلا حطينا احنا 120,000 زين مثلا، هذا كمثال مثلا لمثلا لكافيه ولا لمطعم ولا كذا مثلا، هو يعتمد على حسب الدخل، على حسب حجمه، على حسب امور وايده طبعا اللي يحددها الاستشاريين. مثلنا نحن ندرس العلامه اثناء تطويرها ونحدد بالضبط كم الرسوم يعني، وكم لكل فرع كم له رسم، وعلى حسب الحجم احيانا حتى لو كان يعني اللي بياخذ الفرنشايز في نفس المنطقه ممكن يكون الرسوم الفرنشايز مختلفه بين الاثنين على يعني باسباب وايده، ممكن يكون هذا اذا بيفتح مطعم كبير او بيفتح مثلا كيوسك او بيفتح مثلا في يعني في منطقه يعني مطاعم مثل فود كورت، ويبدي يعني ياخذ رسوم عليها، فهذه الرسوم دائما تكون مختلفه، ودائما احنا نقول احنا رسوم الامتياز قابله للتفاوض. بعدين هذه تندفع مره واحده طبعا عند توقيع العقد، بعدين تبدي اللي هي رسوم الملكيه الفكريه، يعني هذه ياخذ هو 7% من المبيعات، ممكن ياخذ 6%، ممكن ياخذ 8%، وتصل الى 9% على حسب المشروع. اذا مشروع يعني قائم ومربح ومميز طبعا، هو هذا كله يعتمد على قوه العلامه نفسها، فياخذ 7% مثلا نعطيها كمثال من المبيعات، مش من الارباح، من المبيعات، لاسباب كثيره
اني اخذها من المبيعات على اساس ما يتدخل في طريقه الاوبريشن الداخلي، ما يتدخل في نظام يعني نظام الوحده داخليا كيف يقدر يختصر منها، فبيكون تكلفه جهود اكبر على مانح الفرنشايز، بيكون عليه جهود اكبر اذا هو دخل في امور صرف وشراء وبيع. فالنظام الفرنشايز استقل ان يكون ياخذ من نسبه المبيعات بنسبه اقل، تصل يعني مثل ما قلنا الحين تراوح بين 6 7 8 9% من المبيعات، من مجموع المبيعات، شو اللي باعه وياخذ هذه النسبه. ممكن يكون بعده ما ربح بس الرسوم تندفع، لانه هو يستخدم اسمه، يستخدم طريقته، يستخدم اسراره، يستخدم علم الشيطان كيفيه العمل، لانه وفر له كل شيء، اعطاه كل المعلومات. هو الانفست مو في بس يعني في الاموال، انفست بعد بالنولج، بالفكر، بالطريقه. فهذه ياخذها في حد الاعتبار ان النسبه تكون من المبيعات. وطبعا يتفقون على نسبه التسويق، احيانا التسويق اذا هو في نفس المدينه هذا ال 1% ولا 2% تندفع الى صاحب الامتياز على اساس انه هو يسوي كامبين. تخيل واحد عنده امتياز تجاري في الامارات وبدا يطور علم الشيطان، وهذيلا كلهم يدفعون المبالغ 1% من المبيعات او 2% من المبيعات يدفعون لصاحب الامتياز، وهو يبدي يسوي تسويق على المنطقه. لكن اذا هذا برع مثلا كان في السعوديه، في الكويت، او كان في مناطق برع، لا، هذاك اللي ماخذ العلامه هو لازم ينفق المبلغ ويجيب الفواتير، وصاحب يعني مانح الفرنشايز هو اللي يقدر هذا اللي صار، هذا اللي انصرف بنفس القيمه ولا لا. فطبعا هاي فيها في عقود الفرنشايز وايد مدققين فيها، وايد فيها يعني بنود كيف طريقه الصرف اذا انت بتصرف، ولازم بتكون في يعني بطريقة معينة، ولازم تكون تحت الخطة اللي نحن نعطيك إياها، الخطة التسويقية. دائما نحن ليش نقول الفرنشايز هو الحل؟ لأن اليوم إذا رجعنا نحن للتقارير الدولية اللي تتكلم مثل United Nations، ويتكلمون دائما عن أمور اقتصادية، يقول لك البزنس اللي يفتح الوحدة ممكن تكون أفكار مميزة، لكن عادة النتائج إن بعد خلال 5 سنوات الأولى تكون نجاحات فقط 24%. أما نظام الفرنشايز يصل إلى ما فوق 95%، لأنه هو عبارة عن نظام مطبق. النظام مطبق في مكان، ومعناته أن هاي الخلطة للمشروع ناجحة، بس محتاجة إلى أعوذ من الشيطان مكان معين وناس معينين بنفس الطريقة للنجاح. فدائما دائما نظام الفرنشايز يكون دائما نظام ناجح في أغلب الأحيان، إذا كان الاختيار صحيح، اختيار المكان صحيح، الإدارة صحيحة، والعوذ من الشيطان علم الشيطان، وكل المشاريع مطبقة بطريقة صحيحة. هذا كثير يعتمد حتى على مانح الفرنشايز اللي هو اللي يمنح، كيف نظام تدقيقه، كيف يدقق، كيف طريقته في التدقيق، كيف طريقته. طبعا في بعض الامور مثلا نحن نتكلم المطاعم تكون فيها اشياء ريسكيه، يعني مثلا بعض المأكولات مثلا ما تتقبلها هنا. مثلا نحن ممكن في الامارات لان عندنا خلط كثير فيتقبلون كل شيء، لكن اذا مثلا تاخذ نوع من المطاعم مثلا الاسيويه او تصير تطبقها مثلا في السعوديه، زين، لازم تحدد المكان، لان نشوف الاغلبيه نحن الاسيويه موجوده عندنا، لكن مثلا في السعوديه لا، لازم تحدد المنطقه، تحدد المكان اللي انت بتفتح فيه على اساس تشوف يعني تدرس المكان. ففي اشياء وايد تعتمد عليها، انك انت تحديد المكان، تحديد الزباين، تحديد السعر،
هذه اشياء وايده لازم تكون منظمه من مانح للفرنشايز والممنوح يتفقون عليها عشان تطبق بطريقه صحيحه. طبعا ليش احنا ناخذ الفرنشايز؟ الفرنشايز على اساس ان هي علامه معروفه مشهوره تجذب الزباين من اول ما يفتح. خلاص الناس تعرف العلامه فاول ما يفتح تنجذب لها وتعرفها. بعدين الربح السريع طبعا لان النظام موجود والمجهز والطريقه، فما تري انت تجازف فيها هذا الطريقه صح وهذا الطريقه خطا. احيانا الناس يتحرن يوم يدخل في البزنس يحسب ان دخوله في البزنس يعني ان هذا بيحقق نجاح. يعني احيانا ممكن تكون فكره انا اللي شفته من ممارساتي ويا الكلاينتس اللي عندنا، احنا في السوق اكثر عن 27 سنه، واجهنا افكار جيده وتزعل يوم تشوفها سكرت لان هي الفكره ما طبقت الطريقه الصحيحه او ما طبقت الطريقه ممكن يعني علم الشيطان تكون يعني تاسيس الداخلي صحيح زين والبفرنج اللي موجود عنده صحيح والتركيبه صحيحه عشان تنجح. تشوفها اول ما تشوف المشروع تقول هذا المشروع جيد جميل، لكن تشوفه بعد مده سكر. فالمجازفه في الموضوع انك تفتح بروحك بدون خبرات في هذا المجال، انت بتواجه كثير من المخاطر خلال الافتتاح وخلال حتى طريقتك انت من الشراء وطريقتك للبيع وطريقتك السبلاير للموردين، وهذه شغله مش سهله وفيها تلاعب كثير. بس اذا انت عندك فرانشايز، الفرانشايزر هو بيعطيك منو تشتري وكم السعر ومن وين تشتري وشو الخلطات، يعطيك السر كامل، فتطبيقه يكون كثير اسهل ويعطيك حلول اكبر في الموضوع. طبعا تكلمنا عن قله المخاطره لانه يعطيك مشروع اصلا ناجح بس محتاج المكان الصحيح. بعدين التدريب المستمر، طبعا يعني مانح الفرنشايز دائما يكون على يعني يكون هو اللي يدرب اي منتج جديد اي شغله جديده من البدايه. اول ما تفتتح يدرب المدير، يدرب صاحب اللي خذ عنك الفرنشايز، يدرب موظفينه، الموظفين يروحون يتدربون في الموقع الاصلي واساس للتطبيق الطريقه الصحيحه. فالشغله هاي اذا طبقت الطريقه الصحيحه معناتها والاداره كانت شغل صحيح معناتها الريسك وايد قليل، المخاطره جدا قليله لانك انت واختيارك المكان صح. احنا نسوي شغله نسميه لوكيشن اناليسيس، يعني هل هذه العلامة ممكن تنفع في هذا المكان؟ هل يعني ممكن يكون مكان وايد جميل ومكان حلو لكن مثلا ما في باركات، أو مكان مثلا مزدحم بناس معينة غير عن الناس اللي تأكل هذا النوع من الأكل. يعني أنتوا عارفين يعني على حسب الموقع على حسب المكان تعرفون أن هذا ممكن ينجح في هذا المكان وممكن ما ينجح، وأحيانا يكون أماكن جدا جيدة لكن الكوست عالي، فلازم تكون انت موازن هالامور مع يعني صاحب الفرنشايز اللي هو عارف ان انت كم بتربح وكم لازم يكون عليك تكلفه يعني العمليات والموظفين وكم بتربح منها. وبعدين التكلفه الاقتصاديه نحن نقصد فيها هي ان الفرنشايز دائما يعطيك شو البرودكت اللي تاخذه وإذا هو يتعامل مع صاحبه من اللي هو المورد يعطيك إياه طريقة بنفس السعر أو مقارب للسعر على أساس إنه ما تفرق عندك في التكلفة. طبعاً إحنا عرضنا اليوم نحن نتكلم عن الفرنشايز بطريقة جداً 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 مختصرة لأن هاي فيها كثير معلومات، بس نحن عطيناكم بطريقة مختصرة جداً. نحن نتكلم عن ان نحن براويناكم شو الفرنشايز، كيف يكون فرنشايز، ما يكون فرنشايز بسهوله، لازم مطبق ومسوي اشياء عنده، وعشان انك انت تي تاخذ عنه فرنشايز لازم ان يكون هو يعني عنده خبره وعنده
فرانشايز جاهز. طبعا احنا سوينا عرض خاص لعلم الشيطان. عادة الفرانشايز يوم عندنا الشيطان يوم يكون جاهز وعند الخبرات، نحن عندنا كثير من العلامات اشتغلنا معهم، بس نحن سوينا شغلة مخصصة لهذا البرنامج. نحن سمينا البرنامج هذا فيوتشر دين، صفقة المستقبل، مخصصة فقط لموظفي الحكومة، وبيكون فيه عرض للعلامات. هذه العلامات سميناها اللي هي ايكو فرانشايز، ما تكون يعني طريقتها يعني ما يكون تكلفتها عالية، تكون تكلفتها مناسبة للجميع. وطبعا فيها متنوعة، نحن نتكلم عن الأكل، نتكلم عن الصحة، وعن الجمال بيوتي، وعن انترتينمنت واديكيشن، وعن الريتيل. فالفرنشايز قسمناها نحن لست انواع منها، وطبعا دائما دائما الفرنشايز يكون في الاطعمه والمشروبات هي الاكثر، هي دوليا يعني تصل الى 70% من نظم الفرنشايز لانها تطبق بطريقه اسهل. فتكون في منصه خاصه اسمها فيوتشر ديل، ان شاء الله بتنطلق ان شاء الله على الشهر الجاي، بتكون فيها علامات، فيها علامات محليه وفيها علامات اقليميه من دول الخليج، وفيها علامات عالميه. وفيها يعني انك انت تختار تاخذ العلامه تشوفها، ممكن تطلب انك تقابل حتى صاحب العلامه تتكلم اياه. طبعا احنا في البدايه نمشيها بطرق معينه، فيها خطوات. اول شيء بيكون فيها تقديم اونلاين، تقدم على الاونلاين على العلامه المعينه، بعدين نسوي تقييم، لان التقييم لازم يكون من جهتين. نحن قيمنا العلامات وعرفنا العلامات اللي جايه، هذه علامات بتمشي بهالطريقه وبتنجح في هذه الاماكن، لان العلامات كثيره. نحن اذا بنختار اول 100 علامه، احنا مختارينها من حوالي 700 الى 800 علامه موجوده، وحاولنا ننوع من اماكن ثانيه على اساس انه نعطي فرص اكثر. بس عندنا وايد مهم ان التقييم، نعمل تقييم للشخص نفسه، يعني اللي بيقدم على العلامه احنا لازم نسوي للانفستر يعني نقيم المستثمر، تقييم المستثمر، نسوي له مقابله، نتكلم اياه، نشرح له كيف الوضع، نعطيه انت اخترت العلامه هاي، نعطيه نبدا العلامه، اذا وافق عليها ووافق الطرفين ووافق صاحب العلامه تصير الصفقه. صفقة الفرنشايز فيها عبارة عن عقد. الخطوة الرابعة بتكون عليه هو انه هو يختار موقع، يختار عدة مواقع، والشركة هي تقول هذا نعم او لا، او بعض الشركات تمثلنا نحن زين، يعني نحن نمثلها في هذا اللي يسمونه في الاختيار الموقع، وفي بعض الشركات لا تطلب هي اللي تبغى تشوف الموقع هل هذا الموقع صحيح ولا لا، فبيكون فيها اتفاق على اختيار الموقع. بعد اختيار الموقع يبدي بناء الوحده. بناء الوحده طبعا تاخذ وقت، انت يوم تبني الوحده تحتاجك يمكن 4 شهور 6 شهور على حسب حجم المشروع. خلالها يتدرب المدير، لازم يكون صاحب الفرنشايز جايب مدير للوحده هذه، يتدرب في الشركه الام سواء كانت محليه او اقليميه او عالميه، يتدرب عندهم ويعرف كيف الطريقه، وبعدين يرجع هني ونحط خارطة الطريق. طبعا هذا بيكون بيننا وبين اللي هو مانح الامتياز وبين المستثمر، على كيفية اختيار موظفين، تدريبهم كذا. وبعدين نبدأ نسوي ورش عمل. ورش عمل تكون أحيانا مشتركة بيننا احنا كاستشاريين وبين صاحب الفرنشايز وبين عدم الشيطان وبين موظفين الجدد مع اللي هو مال المستثمر. وبعدين تيجي الخطوه الثامنه اللي هي افضل، اللي هي اللي تعتبر اقوى خطوه، اللي هي خطوه الافتتاح. وهذه الافتتاح تكون بطريقه لازم تكون فيها ممارسه قبل الافتتاح وتدريب ولين وقت الافتتاح. بعدين نعطي الاثوريتي
للمستثمر ان نعم تاريخ كذا انت قادر انك تفتح، فتفتح. اول ما يفتح يكون فيها مدير من الفرع الرئيسي موجود، او ويراقب العمليه لمده اسبوع اسبوعين 4 اسابيع لين ما نشوف الامر مستتب، وتبدي خطوات الفرنشايز في المتابعه، بتكون بشكل شهري او بشكل كل 3 شهور لين عدل من الشطان. باختصار نحن يعني شركه امتياز، هي عباره عن شركه استشاريه متخصصه في نظم الفرنشايز. الحمد لله نحن العام حصلنا على افضل شركه في عدل من الشطان على يعني فرانشايز عرب اوورد، متخصصين في نظم الفرنشايز، ولنا باع كبير في التطوير، في تطوير العمل، تطوير انشاء يعني المشاريع الموجوده. في بعض المشاريع تكون قادره ان تكون فرنشايز، طورناها لنظام فرنشايز ووسعناها، او في عندنا امثله. و لم شطان في عندنا مثال سويت رول، اخونا سعيد لو يتفضل. سعيد مشكور مشكور اخوي عصام ما قصر. بس قبل ما يبدا اخوي سعيد، عشان عندنا وايد اسئله اخوي عصام، اول شيء اشكرك على العرض. العرض جدا كان ايزي اون ذا اي، سهل وفي كل المعلومات اللي يحتاجها اي شخص عشان يفهم كونسبت الفرنشايز. انا عن نفسي جدا استفدت، العرض جدا مبسط وسهل ووصل لنا المعلومه بكل سهوله. بس الله يسلمك اخوي سعيد في وايد اسئله، نعم يمكن ناخذ بعض الاسئله اللي طرحوها الاخواني في الجلسه. بس اخوي عصام عاد احنا شفنا العرض، بس اظني عندك مشكله في الكاميرا، الكاميرا مش مفتوحه. مو مفتوحه؟ لا مو زين، عاد افتح تليفونك. لا يا صدري عاد الله يعطيك، لان انا عندي فول سكرين ما تقدر تشغل الكاميرا. ما مبين عندي الاوبشن. مو مشكلة. لحظة شوي بس. عادي ما نبغى ناخذ من وقتك أكثر. يعني ما عليه، بس لأنه لحظة لازم ننزلها شوي بعدين أبدي. بسم الله. الكنترول مو موجود عندي. مو مشكلة على خير. لحظة لحظة. أيوة ممتاز. تمام واضح صح؟ إيه وضحت ممتاز. عادي هالمشاكل التقنية وايد تحصل عادي. إيه لا، لأن يوم فتحت الفول سكرين فما الأوبشن عندي ما طلع. مو مشكلة. إنزين أخوي عصام، في سؤال من الأخ رائد، ما شاء الله الأخ رائد اليوم متفاعل ويانا، يسأل فرانشايز هما. أول شيء سأل من شو أصل كلمة فرانشايز؟ أنا عاد بوفر عليك، سويت لها جوجل طلعت أصلها فرنسية، يمكن تفيد. هي كلمة فرنسية، بس بالأصح يعني شوفي، أنا خلال خبرتي في الموضوع، طبعا هم النظام الفرنشايز بدأ في فرنسا في البداية، بس السيستم نوضع بطريقة صحيحة تجارية كانت طلعت من أمريكا طبعا، بس هي كلمة فرنسية، وكان عبارة عن الأمراء كان يستقطعون بعض الأراضي والزراعية ويعطونها عدل من الشيطان، يعطونها لأشخاص ويقول له أنت ازرع واحصد وأنا باخذ نسبة من مبيعاتك. وهذه بدأت هي الفكرة كذي. لكن صراحة أنا يعني أنا يوم سويت البحث، كان بحث وايد طويل، وشفت إن نحنا هذا قبل، نحنا عندنا كعلم الشيطان كمسلمين، نحنا عندنا إياها قبل، هذه من بعد يعني في عهد عمر بن الخطاب، كانت بعد حروب الردة، كانت علم الشيطان كانت الأمور عند عندما الشيطان الخلافة الإسلامية كانت جدا، كان فيه صرف كثير، ف
فعمر بن الخطاب بدأ بهاي الفكرة، هي اللي هي فكرة أقطاع أراضي، وما كانوا يأجرونها، كانوا يأخذون من الربح منها، يستقطع من الربح سواء كانت زراعية أو كانت للماشية. فكانت هاي الفكرة، بس طبعا هي بطريقة يعني مش واضحة، بس هي الفكرة استقطاع من الأرباح، هذه بدأت عندنا إحنا قبل، لكن هي تدونت إن الفرنشايز، وطلعت اسم فرنشايز من الفرنسيين في العهود، يعني العقود الوسطى، وبعدين أمريكا طلعتها بطريقة يعني ذكية، إن تقدر، لأن اليوم إحنا في الفرنشايز، اليوم أنا ما أقدر أسوي سندويش مثلا في أمريكا وأبيع هنا عندنا، لازم أنا أخذ نظام فرنشايز عشان أقدر أطبقه. ممكن التجارة ممكن تصير، يعني أنا بعطيهم باختصار مثلا شركة مرسيدس، اليوم شركة مرسيدس في الإمارات يعتبر وكيل، لأن التصنيع وين صار؟ صار في ألمانيا ويا السيارات هني. لكن إذا شفناها مثلا في تركيا، أو شفناها مثلا في الهند، يعتبرون فرانشايز، لأن في تركيا يصنع ثلاث أربع أنواع من السيارات المرسيدس عندهم، فمعناته أنه عطاه أثورتي أنه يعيد الصناعة، فهذا يعتبر فرانشايز ما يعتبر وكيل. وحتى في الهند في عندهم أربع خمس أنواع من المرسيدس يتصنع، في الصين اليوم ما تستقبل سيارات من برا، يا تأخذها بنظام فرانشايز أو ما أصدر، ما أجيب أي سيارة أدخلها في البلاد. فمعناته البي أم دبليو الموجود أو الفلكس ويجن الموجود كله يتصنع من هناك، معناته يأخذ نوها وكامل ويطبقه، فهذا هو النظام فرانشايز. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. فيقول الأخ رائد، هل فرانشايز هو إذا الفرانشايز هو مفهوم تجاري بحت أم يدخل في الاستثمار والأعمال؟ يعني هل نعتبر انفستر ورائد أعمال أم it's only a commercial concept؟ يعني هو يعتبر رائد أعمال طبعا، هذا نوع من أنواع الفرنشايز، مثل الحين اليوم الوكيل مثلا، مثل ما طلع الحين وكيل مرسيدس، هذا ما يعتبر رائد أعمال؟ يعتبر رائد أعمال طبعا، لأن الوكالة مثل الفرنشايز، بس نحن ما نروح نقول عنه وكيل للفرنشايز، لأن إذا قلنا عنه وكيل بيطبق عليه نظام الوكالة، زين، لكن هذا فرانشايز هذه المعلومات كلها عنده. اليوم الوكيل الموجود عندنا ما يعرف كيف تصنع سيارة، لكن لو فرانشايز بيعرف كيف تصنع وكيف يصنعها وكيف ينتجها. تمام، ممتاز. الأخ رائد بعد يسأل، شو هي الضمانات المادية والتوثيقية المطلوبة للحصول على امتياز الفرانشايز؟ أعتقد أنت تطرقت لها أخوي أصام. بنعيدها لك الفكرة، أن نحن عادة اللي بيعطي العلامة يبغي من الشخص أشياء معينة، أنا ما ذكرتها قبل، يعني شلتها من البرزنتيشن عشان تكون مختصرة. يحتاج أن الشخص يكون على الأقل يعرف كيف يدير المكان، يعرف كيف يحط مدير، يعرف كيف يوظف، عنده سيولة مالية. اليوم ما بي مثلا مشروع قيمته مثلا نقول مثلا مليون، بس عندها المليون، لا، لازم يكون عنده سيولة أكثر، على أساس إن هذا يقدر يخليه يمشي بطريقة أطول، عارف كيف؟ فيشوف عنده سيولة، يشوف الكوميونيكيشن بينه وبينه، طريقة التعامل بينه وبينه، هذا وايد مهم. في أشياء كم من الدين نحاول نسكره يوم، بس يكون عنده مشاكل، يقول لك أنا ما أقدر، أنا اليوم أنا أواجه مشكلة مع هذا صاحب الفرنشايز، مش قادر أتفاهم إياه، مش قادر كذا. فدائما بالطريقتين، وبعدين ممكن يكون حتى المستثمر يشوف مثلا صاحب الفرنشايز عنده شروط ما اقدر اطبقها انا، فليش احنا لازم نطبقها بالطريقه الصحيحه عنده؟ ليش ما يغير؟ طبعا هذاك يقول لك انا عندي سر النجاح بهالطريقه، لازم يطبق بهالطريقه. يعني مثل الحين اليوم احنا لو نسير مثلا، ممكن 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 بعد ما يبدي يغير، مثلا الحين اليوم لو نشوف مثلا ماكدونالد، لو نشوف مثلا ماك اريبيان، هذا الساندويتش هذا مو موجود في العالم، بس موجود في المناطق العربيه، مسوايه بالطريقه العربيه. ممكن نسير مثلا نفس ماكدونالد، نسير تايلاند نلقى عنده شغلات ما موجوده عندنا، احنا عندهم نودلز، عندهم شغلات كذي ما موجوده عندنا، على حسب المكان. هذا ما يصير الا بعد التطبيق الاول، وبعدين يعطيك اقتراح، يقول له بنجرب هذا بنجرب هذا. شوف انت عاده اذا احنا نتكلم عن المطاعم ان جنرال، ممكن يطبق بعض الاشياء اللي يقترحها الممنوح
لمدة معينة، إذا شافها ناجحة خلاها، إذا شافها فيها مشكلة وقفها. صحيح؟ ممتاز. يمكن ناخذ بعد سؤال ونكمل بعد عرض الأخ سعيد. هي ما في بزن. من اللي يحدد أن منطقة الامتياز هذه مناسبة أو لا؟ تكلمنا عن الامتياز. نعم، الفرنشايز، الفرنشايزر نفسه هو يحدد له، يعطيه السيجمنت، يعطيه يقول له، يقول له مثلا هذا، مثلا نقول عن المطعم، هذا المطعم يحتاج هالنوع من الناس، ولازم يكونون مثلا ناس تستسيق هذا الاكل، والليفل مالنا الليفل مثلا ميديوم، لازم يكون في مناطق ميديوم. فهو يعطيه الكاتيجوري ويقول له وين بالضبط. فدائما الفرانشايزر اللي هو صاحب الفرانشايز دائما يلجا للشركه الاستشاريه، هي اللي تكون بينه وبين عدل الشيطان، بينه وبين المستثمر، على اساس انه يلقون المكان الصح. فهو يقترح ثلاث اماكن، ونحن نقدر نسميه لوكيشن اناليسز، نشوف هذا اللوكيشن فعلا ولا لا، وهل اللوكيشن هذا اجاره زين، مكانه زين، فيه يعني متاح للناس او مو متاح. فهذه لازم تكون في دراسه، نسميها نحن تحليل موقع. تمام، ممتاز اخوي عصام، بس ان شاء الله بنكمل بعد عرض اخوي سعيد عشان الوقت. اخوي سعيد، ارحب اخوي سعيد النقبي مؤسس شركه بترول، بيعرض علينا تجربته في مجال العمل الحر. تفضل اخوي سعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفتح الكاميرا الله يخليك. اشتغلت؟ ممتاز، تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحبا اخواني واخواتي، معكم اخوكم سعيد النقبي، مؤسس ومالك علامة سويت رول كافيه. انا اليوم حاب اشارككم في قصة نجاح سويت رول كافيه. بتكلم بشكل مختصر عن قصة سويت رول. ان في سنة 2016 كانت لي زيارة لمعرض الفرنشايز في ميلان بإيطاليا مع وفد من غرفة تجارة صناعة عمان، على أساس أن نحن ناخذ وكالات لعلامات تجارية بنظام الفرنشايز وينشغلها في الدولة. بالفعل ظلينا هناك تقريبا 3 أيام، وسألت نفسي ليش ما أنا أكون فرنشايز، وإني أنا يكون لي علامة تجارية وأبدي أشغلها كبراند إماراتي وأطلع على مستوى سواء الإمارات ودول الخليج العالم. بالفعل لما رجعت الإمارات بديت أشتغل على المنتجات، وبديت أشتغل على اللوجو والعلامة التجارية، وكان لي في مشاركات في القرية العالمية في موسمين. لله الحمد كان في تقبل وقبول للمنتجات اللي نحن نقدمها. بالفعل في سنة 2020، في بداية 2020 تم افتتاح أول فرع لنا في مدينة خورفكان. كان ما شاء الله العدد كبير من الزوار للكافيه وتجاوز المتوقع. فبعدها بدأت أشتغل على الملفات الخاصة بالبراند، من سواء كان من العقود، لأني على أساس أني أنتقل من B2C اللي business to customer إلى B2B business to business، ونفعل نظام الفرنشايز ونبدي نشتغل عليه. فبالفعل كان في تعاون ما بيننا وبين امتياز لذات عقود الفرنشايز بالنظام العالمي. بالفعل جهزنا الملفات بالكامل والعقود، ولما كنا جاهزين أعلننا عن فتح مجال الاستثمار بالعلامة التجارية سويت رول كافيه. في منتصف 2021 بعد الإعلان لله الحمد تم توقيع عقد 25 فرع في المملكة العربية السعودية، قابلة للزيادة إن شاء الله إلى 50 فرع، وتوقيع عقد فرانشايز في أبو ظبي، وعندنا الفرع في خورفكان، مدينة خورفكان. بخصوص وفي ان شاء الله يعني قريبا ان شاء الله متأملين ان ندخل نحن سوق سلطنة عمان وسوق قطر والكويت ان شاء الله
أنت وفقنا. أحب أن أضيف أن سويت رول تنظيمه وإدارته تتم على أساس الفرنشايز بالنظام العالمي، ونحن كفريق عمل سويت رول نقدم الدعم للمستثمرين الحاليين أو أي مستثمر حاب أنه ينضم لنا في سلسلة كافيهات سويت رول. نقدم الدعم أن نوفر لها جميع المعلومات والتفاصيل في افتتاح أي وحدة أو فرع جديد، نوفر له التفاصيل الخاصة في التوظيف والتدريب مثل ما تطرق الأستاذ عصام، ونتابع مع المستثمر شو اسمه نتابع مع المستثمر جميع التفاصيل بما يخص البراند من أعمال تطوير، وهذه بحسب مدة تعاقدية يبدأ دائما 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 25 سنة. أتمنى منكم أن يعني يتم الانضمام إلينا، وأتمنى التوفيق للجميع، وسموح على الإطالة. أستاذ عصام لو تكرم تفضل. شكرا لكم سعيد، ما قصرت والله يوفقك. وهي طبعا تجربة نجاح يعني من الإمارات للإمارات، يعني ما شاء الله الله يوفقك يعني. وطبعا الحين إن شاء الله راح تكون عندكم فروع في دول الخليج وجميع دول العالم، موفقين إن شاء الله أخوي سعيد. ما أدري أخوي عندك تعقيب على تجربة أخوي سعيد؟ الصوت مو واضح، لو تعيد السؤال عفوا. هل عندك أقول تعقيب على تجربة أخوي سعيد؟ نعم، سويت رول أعتبره من الأمثلة الناجحة الموجودة عندنا، الأمثلة الإماراتية. علم الشيطان التوسع وياهم، وعلم الشيطان وثقته فينا في مجال التطوير ومجال علم الشيطان اتمام الصفقات، هو اللي فتح له باب الحمد لله كبير، والتنسيق صار بطريقة يعني منظمة. السويت رول اليوم يعني أنا أتوقع خلال 2023 نصل إن شاء الله بإذن الله إلى 100 فرع، لأن عندنا طلبات كثيرة صارت عليه. طبعاً كل واحد يبغي فرع ناجح يشتغل عليه، ياخذه كنظام يعني كوحدة فرانشايز ويطبقه في منطقة هو يشوفه أن المنطقة. أنا أطلب منهم حتى زيارة الموقع وزيارة يعني يشوفون شو الأشياء اللي تقدم. هذه واحدة من الأمثلة الموجودة عندنا، إحنا إن شاء الله بنقدم 100 مثال عليها. لكن سويت رول من الفترة القصيرة ما شاء الله بدينا نحن نتوسع، وهي قصة نجاح يعني واضحة، ونتوقع إن شاء الله الوصول إلى أعداد أكبر عن كذي إن شاء الله خلال قبل نهاية هذه السنة بإذن الله. أخوي عصام بس نرجع ناخذ كم سؤال قبل ما نختم الجلسة الحلوة، وما شاء الله الجميع متفاعل، وأعتقد بتشوفون وايد طلبات أخوي عصام الفترة الجاية لموضوع الفرنشايز. بإذن الله. إذا أخوي عصام يمكن يعني أكثر من سؤال وأنت جاوبت عليه بخصوص البوابة اللي بتطلقونها الفيوتشر دين، بس بس يسألون أوكي بتطلقون إن شاء الله هالبوابة راح تكون مفيدة، هل في أماكن ثانية، مواقع ثانية، معارض ممكن يتوجهونها اللي حاب يفتحون فرانشايز عشان يعرفون شو الفرص الموجودة للفرانشايز؟ والله نحن ما نوقف في المعارض، ونحن مشاركين في جميع المعارض الموجودة في المنطقة كلها. ودائما نحن من الناس المدعوين في المعرض، ونكون نحن المين سبونسر للمعارض هاي، سواء كانت محليه او اقليميه. نحن عندنا الشهر الجاي مع منشات السعوديه، معرض اسمه معرض بيبان، بيكون من تاريخ 9 لين 11 اذا هذا صحيح، اعتقد لا من 7 لين 11، نعم من 7 لين 11. وتقدرون تبحثون عنه، اسمه معرض بيبان. هذا معرض فيه علامات كثيره وفيه علامات فرنشايز، ونحن بنكون مشاركين فيها،
واللي يبحث عن علامات بعد موجودة في معارضه، وإن شاء الله نحن عندنا أفكار كثيرة إن شاء الله في الطرح، ونحدد المواعيد اللي يبغي، ونحدد الموعد يصير يشوف المكان ويشوف العلامات، حتى لو علامات إقليمية، وحتى لو علامات عبد الشيطان تكون خارج الدولة، ممكن نحن نسوي له ترتيب على أساس إنه يصير هناك ويقدر يزور ويشوف المكان ويجرب، لأن الزيارة ضرورية للاقتناع. تمام. سؤال ثاني بعد مهم أستاذ عصام، هل الفرنشايز يعني يقتل فرص المستثمرين آخرين من استغلال نفس العلامة؟ يعني أنا أخذت مثلا علامة سويت رول، هل في شخص ثاني ممكن يقدر يأخذ نفس العلامة، ولا هو حصر على هالشخص مثلا؟ شوفي، عادة النظام الفرنشايز قبل ما يبدي نظام قبل ما يبدي نظام الفرنشايز في علم شيطان لازم يكون مسجل العلامة، ما يصير إنه ما سجل العلامة، لازم يكون مسجل العلامة. تسجيل العلامة، تسجيل الأفكار لازم تكون مسجلة قبل ما نبدأ بنظام الفرنشايز أصلاً. فتسجيل العلامة هذا من الأساسيات، حتى لو يقلد ممكن يقلد زين، لكن ما بيقلدها بالطريقة الصحيحة، لأن هي عبارة عن أسرار وطريقة واسم، ف تلاحظ انه ممكن يتقاضى فيها اذا حاول يسوي شغله مشابهه للموضوع. تمام. بس احنا قصدنا اخوي عصام مش انه ياخذ كوبي الفكره، يعني انا نعم. فرانشايز سويت رول اكس بعد تبغى تاخذ فرانشايز سويت رول، هل ينفع شخصين ياخذون فرانشايز نفس العلامه في نفس المنطقه الجغرافيه؟ ممكن، بس لازم يكون فيها تباعد. مثلا في دبي، مثلا سويت رول في دبي ممكن يعطي لين 14 على علامه، 14 موقع او اكثر، ممكن ياخذه في مول، ممكن ياخذه برا، فيقدر ياخذ نعم في نفس الموقع، نعم نفس الاماره، نعم لا اكثر من شخص يحدد. مثلا واحد قال انا باخذه بحطه في الخوانيج، ما مشكله. اذا واحد قال انا باخذه مثلا بحطه مثلا في ديره، بحطه في يعني في مول، بحطه في، حتى لو يكون مثلا هذا واحد في الخوانيج وواحد مثلا في اريبيا مول مثلا، زين، فهذا يكون غير عنه، لان هذا الزون ما له غير، لو داخل المول غير عن خارج المول، واذا خارج المول نحدد له المساحه، نقول مثلا هذا لك انت 5 كيلو او 6 كيلو او 10 كيلو، لما نعطي حد في المنطقه. نعم تمام ممتاز. شو هو أفضل مجال للفرانشايز؟ هل هو قطاع التغذية أم قطاع الأزياء؟ إحنا نعرف في وايد مجالات، إخواني يسألون شو أفضل مجال؟ شوف، هو يعتمد الأغذية طبعاً، الأغذية دائماً تكون أسهل في التطبيق، ودائماً تكون تحتاج يعني ما تحتاج كثير من التعب لتطبيقها، غير عن إذا كان شيء طبي، لأن طبي محتاج أطباء وتوظيف، أو تعليمي محتاج دكاترة، ومحتاج أشياء مثل هاي. بس الأشياء الخدمية تكون أكثر، والفود مثلا ممكن يكون مثلا مثلا نتكلم عن صالونات، نتكلم عن أشياء تجميلية، نتكلم عن معاهد صغيرة، نتكلم عنها. نحن عموما البروجكتات اللي حاطينها كلها متنقينها من بروجكتات قادرة أن تكون ما تتعدى المليون درهم، فسويناها سميناها إيكو فرانشايز، أن هي لها سقف ما نزيد عنها. فنحن في ناس بيطبقونها، مثلا سويت رول بيطبقها حتى تصل الى حدود النص مليون ان يقدر يفتح فرع فيها، بس في ناس حاطين مثلا 800,000، حاطين على حسب الحجم، على حسب المكان، على حسب الطريقه. بس الحلو في الموضوع هنا، احنا كل المشاركين اللي بيكونون يانا هم اللي بيكونون مسؤولين عن بناء الوحده، اساسا نقلل العبء على المستثمر، ان هذاك بيسلمك المفتاح جاهز اذا هو ما يقدر او ما يعرف يطبقها بطريقه صحيحه. عارف كيف؟ تمام. ان شاء الله جاوب صح على السؤال. اخر سؤالين وان شاء الله نختم. ما في مشكله، خليهم يسالون اذا في اسئله، اذا في اسئله متنوعه نعم غير متشابهه، ما في مشكله.
إذا كانت العلامة جديدة وأرباحها قليلة جدا ولكن مؤشرات نجاحها متوفرة، هل تعتبر هذه العلامة قابلة للفرانشايز بما أن أرباحها قليلة حاليا قليلة؟ وهل يعتمد، هذا كله يحتمل. نحن دائما العلامات اول ما ناخذها لازم نسوي لها دراسه، يعني نسوي يعني الفرنشايز ستدي، لازم نسوي لها دراسه نشوف هالعلامه هاي بتوسع بتكبر. بالعكس نحن عندنا مكاتب، يعني مكاتب تمثيليه عندنا في 8 دول 9 دول، وعندنا مكتب رئيسي فيها في امريكا. هذا المكتب مثلا يجيب لنا علامات من هناك، ممكن تكون علامات جديدة لكن علامات مميزة، وعارفين ان هذه العلامات تزداد من سنة للثانية وهي تكبر. لكن في بعض العلامات نعرف ان فيها ليمت، طبعا هي دائما يعني ما في شيء مضمون 100%، لكن احنا نقول نظام الفرنشايز عادة يصل الى 95% اذا طبق بطريقة صحيحة وفي انكريس للارباح. نعم ممكن. تمام، ممتاز. أخوي عصام، آخر سؤال من تجربتكم، شو هي الفترة اللي تشوفونها يعني مناسبة نقول هالفرانشايز نجح؟ يعني أنا فتحته الحين وخلال سنة، هل أقدر أحكم عليه إن هالمشروع نجح ما نجح؟ نعم، عادة إذا النظام الفرانشايز المفروض يكون نجاحه لازم يكون، يعني إحنا عادة نحطها له 18 شهر اللي هو سنة ونص، ان يكون هو المفروض رجع راس المال في الايكو فرانشايز. هذا اللي احنا بانين عليه، ان ماكسيمم انه ما يتعدى السنة ونص ان يكون هو رجع راس المال وبدا يربح. كيف هذا اللي احنا بانينه في 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 الشغلات، في امور كثيره. مثل اليوم واحد يسوي فرانشايز، عندنا شخص مثلا بيسوي فرانشايز اليوم لمستشفى كامل، هذا المستشفى عشان بناءه وشغله هذا يتكلم عن 5 سنوات من اليوم، من اول يوم يفتح فيه. لكن المشاريع الصغيره تكلفتها اقل، انزين ربحها اقل، انزين ولها ليمت لاعاده راس المال، تتعدى حد سنه حد 8 شهور. في ناس ما شاء الله خلال 6 شهور يرجع راس المال. فهو يعتمد على 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 نوع المشروع، وهذا بيكون طبعا في نقاش بيننا وبين المستثمر. تمام، ممتاز. في أسئلة كثير بس تدور حول نفس الموضوع، يمكن أعتقد الأسئلة الخاصة بأنواع العقود وشو كيف نقدم على طلبات الفرنشايز مثل ما قال ووضح الأستاذ عصام، ممكن تتواصلون مع الأخ عصام، يعني طبعا الأستاذ عصام وشركة طبعا مختصة في المجال وراح يفيدوكم بالتفاصيل أكثر بخصوص أنواع العقود، شو المشاريع اللي ممكن تدخلون فيها، هل هي مناسبة أو غير مناسبة، مثل ما وضح أنه في العرض هم يقومون ما شاء الله بستبس تضمن لكم أن هذا إن شاء الله المشروع يكون مشروع ناجح للفرانشايز. في الختام أستاذ عصام أرد وأكرر، ما شاء الله العرض كان جدا جميل وعطانا معلومات كثيرة وفي كثير من الأسئلة ما شاء الله، إن شاء الله قدرنا نغطيها كلها، ونتمنى أن تكون هاي بداية أو فاتحة خير لكثير إن شاء الله يدخلون هالمجال اللي هو يعتبر فعلا من النماذج الرائدة في نمو الاقتصاد في الدولة. أخوي عصام أستاذ، الله يسلمك. وهذا عندكم تقدرون تسوون سكان على هذا إذا يبون أي استشارات عن طريق الواتساب، وهذه الأرقام الـ 800 موجودة يقدرون يتواصلون فيها في أي وقت يبون يسألون أي سؤال، إذا ما يجاوب على السؤال بنجاوب إن شاء الله. حاضرين. ممتاز، واحنا ان شاء الله هالجلسه مسجله وراح تنزل على موقع النادي، يمكن هالتفاصيل التواصل راح نحطها بعد على الموقع لاي حد حاب يتواصل مع الاخ عصام وفريقه. مشكورين مره ثانيه وشكرا اخوي عصام، شكرا ما قصرت والله يوفق الجميع ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا.